وحليف العلم والحكم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حنقلنا درسين اللحاد الدروس تين السيرة في كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فصل بول شيخ كان يوحو فصل وياه فتنة المعذبين تتكل عذابي امتحان كل امتحامي، والهجرة إلى الحبشة هي هجرة دي الله فصحي إن أصحابته يهجرودان أرض الحبشة إن يهجرودان فتنة دي اللي فتنة اللي امتحامي تتكل عذابي اللي عقابي حق يدين تلقوا عذابه. ولما اشتد مركي درناتي أذى المشركين لباتذي مشركين تمركي كد درناتي على من آمن عدي النبي الرميس، وفتنوا منهم جماعة أي دينتي أي كفتنيين جماعة أي كوح دينتي أي كفتنيين، حتى إنهم كانوا إلى أي نقدين صحابة يصبرونهم قاروا صبرة، يعني يصبرونهم قار يعني حرحرة، حتى إنهم إلا قريش كانوا يعني يصبرون قار صبر كسمية، بمعنى دلدلو يعني وحوى تكتقة، ويلقونهم كتور صحابة في الحر بعد كي بعد صورة، وما كنا آد بأكلوا شيء حلقة كللك، وما قال آد كلنا هو منطقة جبلية، وما قال بورة له طيب نبع عادك يضوح يدا بطاحة يعيد عادك له أي مركة عن عدو وكلوا شيء انت مركة كبحيان أي سأوري كرين وقفك حقا أنا يسروا كرين تأثير رقص الصبرين رجال من الدين من أهل الدين يا إنكوا الله وحده بقول إنكوا هيا أنا آني تشرين أو دولة الإسلام كوا صنار وضل الإسلام تشوجنا يا وأمة الإسلام ده تشوجنا أو أبياشين يا ذردين يا أو يدين يا الما ذردين حق وجودي أي ضد بدني أي دبنت هذا الروجيان أو يأمسين إني عبرسين وحدون يا ركما قنا الله ما كرناه أو فتنة يبلاياهم عد لا يرين تمسايد لا وصل قال حق ما شيء كرتين ما شرتو ودنا كنا نكال يا رب ودنا بكرة كمال يا هذا نوع حذر قصة قار علمي لقته ما يودت كوكب باقية ما الله مظهر هذا الله مظهر هذا شعب كعود كوده هم وشيان شعب واحد جديد يعني يدرين كوده بورها كقرآن بور سبب لقاه الشيطان مرك سالا قبانا يا قصي أولي مظهرات كيف أدت كيلو دي دي وشرب هذا اللي جود دي دي ودي العلم ده حينا في النوكا قبت يشربه ده مظهرات ده طريقة الإسلام كانوا مسعودين ومظهرات هو وطريقة قالوا إن ذو حبر برسان ذو حبيس ما ينحنا ما تبرك هيسين إحنا ما لقى جسيني كعنت هذا اللي جا قبت كي كعنت كا قبت ودعي دعو راح إسكندر فينا كوعنا نتو يعني الصبر كا أي صحابة موجين وما دعين موجين السامة شرتو ويضعون الصخرة الناي وحيدل ساري ترين صلاحية نجا حلا العظيمة وين على صدر أحد يمدكم لابتو السيرة كسارة في قصة بلال رضي الله عنه في شدة الحر حلق كل الكودرين حتى إن أحدهم إلا مدكود إذا أطلق مركا لغفر حالي قال السيد دايو لا يستطيع أن أكري ترين أن يجلسين صرف ريستو من شدة الألم حنون درنانتي أودي حنون درن أودي أما حنون درنانتي ترتين يعني هدي حتى لسيدة أيو إنو صوص طرف وريستو مكري كرين صحابة قار كميدي شد الله عقابي أودي فيقول لأحدهم متكود بكورا دين فيقول لو حيكورا جن لأحدهم صحابة عقابي متكود بكورا دين اللات إلهك اللات لات إلهك وإلهك من دون الله ألا سكري صمأه فيقول حرني مكرهني سقو القصبي نعم ها ومر الخبيث فيقول نعم وحتى إن الجعل حتى حار والوالد لا يمر ويصومر ترن فيقول حرني ترن وهذا إلهك كنسو إلهك ما من دون الله ألا سكري فيقول نعم ها بورني إلا ود ما يس
awoodu ku diido muahay laakiin qalbigiisa de iimaan baa ku sugnaa Ammar ibn Yasir markii ay dhaleen diinta Muhammad ma ka baxaysan ku sii deenay buu dhahay sii daay markuu ciqaabki xamil waay ya cadaabki rasuulka waa ki u yimid rasuulka Allah subhanahu wa ta'ala waxa ku dhacay wax la yaab leh kelmadaas ay iga soo baxday de bari kugu celiyaan ku celiyo nabi kuuri waxa soo degtay ila man ukraha wa qalbuhu mudma'innun bil iman qafla qasbay oo qalbigiisu iimaan ku xasiloon yahay ma gaaloobo waxaan gaaloobayn ila ruux ruux uun baan gaaloobayn qalbigiisu iimaan ku xasiloon yahay oo lagu qasbay kalimada kufr wa qalbu mudma'innun bil iman qalbigiisu iimaan ku xasiloon yahay wa marra al khabith wa usamara kin ninki xumaaye aduwullahi aduwga allah ahaan jiray wa somari abu jahl aduwgi allah kharibna abu jahl عمر بن هشام لو ان جرى بسميه سميه سمر ام عمار ام عمار عمار هو يدي وهي تعذب يذل العذاب والعقاب وزوجها ان انكيدي وابنها انكيدي فطعنها وحك ورم بحربه ابو كغ دفتي في فرجها حبنته ترنك فقتلها وادلي رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها الى ارى لها كن قضيه انكيدي انكيدي بعض العلماء واكو يري sida laga wariyay mujahid awwal shahid qofki u horeeyay ilaahay daraadi u shahiide ee diinta loo dilaa kaanat umma ammar waxay ahayd ammar hooyadi sumayya radiyallahu anha hadiiska dadka qaar ay sheegan ee rasuulku inuu soo mari jiray saddexdooda la isku ag ciqaab iyo in jiray sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna fir ala yasir iska sabra janna idin balane wa hadithun lam yathbut hadith aan sugnayn weeye oo nabiga aan ka ansixin cali salatu wasalam wa dha'if ma ansixin laakin walaka saasiirka iyo taariikhda dad badan iyo ku soo taraya laakin ma sugna hadith ahaan uma sugna wa kana siddiq radiyallahu an abu bakr wa ida marra marku soo mara bi ahadin min al mawali ruuh kamida adama wa yu'adhabu al adhab yashtarihi min mawali wa kayf sanjiri cidda marka haysata ee sayidka waa uu ka yibsan jiray way uctiqo uu xoreen jiray minhum dadku yibsada bilal ba kamida wa ummuhu hooyadii ba kamida xamaama wa amir ibn fuhayra kamida wa ummu abs wa zinnira wa nahdiya wa ibnataha wa jariyatu lin nabi li bani adi yeenan adon ay ree bani adi lahayeen kutubta tabaat ka qar li abi adi ba ku qor soma tabaat kamida san abi adi sahbu wa li bani adi sa sahdi كان عمر عمر باها جاريدا يعذبها مدك عذابه كعقابه على الاسلام الاسلام لماذا قبل ان يسلم انت انو اسلامي كهر انت انو عمر اسلامي كهر ايا وحويان وسيده عقابه جرى عمر عمر شديد بوها على يعني على المسلمين مركي دمره وحو شديد على الكافرين ويقوي بوها رضي الله عنه في الحق وفي الجاهليه لا بد kan la yaqaf inaka wa baqir umar markii islaamka uu soo galayna yaana da'wada yaana baqa islaamka in yaana labaahiyo oo kor loo qaado ka qayb qaatay oo quraysh laga haybdiisan waxbana aan la wadiin suuqa qumari jiray soo dadka xaq ugu baaqay inaka mu baqanay hatta qala abu ila abiku yuri abu bakr abu quhafa ya abi abu quhafa ya bunay inankaygiyo araaka waxaan ku arkay tuctiq adiga xoreen iyo riqaaban adoomo diifan liita dhayfa falaw a'taqta hadad xoreen lahayd kulli hadad cid xoreenaysaa qowman dad juldan juldan aad u xoogan oo yimnaacuunka ku difaaca oo adiga lagu soo weeraro dirag wax ku tarx oo xoog leh oo aan baqanayn oo duug duu yaana waxa way baasin ah ma xoreysid buu فقال له ابو بكر ابو بكر باكوري اني اريد ما اريد انا وحان دونيا وحان دونيا انا وحان دونيا ما هين لي دفاعه اريد وجه الله الى وجهي سان دونيا سواء اعتقد ضعيفا او اعتقد جلدا اما مد وحويه ضعيفا حريا مد اود له فيقال وحل يدها او لو وريا اسباب نزولك ايضا انه نزلت فيه ان يسغس دغتي وسيجنبها وسيجنبها وحو كفغين دونا الهي سبحانه وحل لغا فغين دونا وسيجنبها وحل لغا فغين دونا نارته الاتقى كي لايك بقي
الذي كي يؤتي بحيماله حوليسه يتزكى يسقى يسكن ظهيره يا او يعني ذنوبته يسكن ظهيره يا حق الدين تنا اوو غرغاره يا اوو هيلني سوره ولي فلم الى اخر السوره الى سوره اخر كذا شيء كذا فلما اشتد البلاء مركي اي درناتي امتحانك وكو درناداي او ادكاداي مسلمين أدين الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى يوحى وقراضي إن له هجرة إلى أرض الحبشة للك حبشة وهي في غرب مكة كالبيت كما كان أرض الحبشة كنت الله بين البلدين لبدا وضن وحاود حيا مكية بلاد الحبشة سحارة السودان سحارها السودان أي عود حيا يقول شيخ ابن كثير باصل أورني موت وحبشة للك انتهي توب يدن نقرن والبحر الآخذ يبدا كسو يعني وحا وهي نقطه من اليمن الى قلزم الى قلزم وصل نقطه بدن عاصمه بحر الاحمر ورجع بحر الاحمر وقتي انا ولا ورن شر قلزم هو مغالق ودو مغالق ايلا يدور يو بدا احمر كان خيبته كو تالا قلزم كاس هذا اللي جبت الله اعلم فكان اول ما من خرج قفكي هو الريب بحي وحوها فارا حالو يا من الله بحسن يا بدين دينتي سير الحبشه حبشه وبحي ودن كير ايتوبيا عثمان بن عفان بو رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سعتين انتيس قبديسي إن الرسول رقية رضي الله عنها وتبعه الناس تتكون وين راعين عثمان وقيل وحد بل أول من هاجر قفكي وهر يهجر وذي وحوها إلى أرض الحبشة ويهجر وذي أول من هاجر أبو حاطب بن عمر بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك أيها ثم خرج دبنا وحب حين تكذب جعفر بن أبي طالب لكن سلا صحيح عثمان بها وجماعات كوحاب حي رضي الله عنهم وأرضاهم ألا رأى لها كان ظهر علي قلي وكانوا قريبا من 80 رجلا سديت النبان كل وين لما تشيرباني أرض الحبشة هجرية دون أقضي وصحابة قاربا صون نغلي مركز النبي قرر على هذا دنا ودري عليه الصلاة والسلام وهي أرض الحبشة تقين كسديت الملاها أيين نغلين دوتك أرض الحبشة يعني روحه ويتجسديه تنين يعني دو يدور دمر طبعا لو يتم مسافر يتم دمر حين دمركم وقد ذكر محمد بن إسحاق وكشري وابن هشام في جملة من هاجر دتكي هجرودي إلى أرض الحبشة وهجرودي وحو كدري أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس وما أدري قرن ما يبو شيخ لما حمله على هذا وحارك ككل في ابن هشام فإن هذا أركني أمر وأرهن ظاهر ومقضى لا يخفى أوك قرصنين على من هو دونه عد إسحاق كهو سيسا وعد كسو كيسا أيا جران كريسا أو كجهو سيسا درجة أهان في هذا الشأن علمي جن علمي جن سيرره ابن إسحاق عد كجهو سيسا يا أحيان ابن إسحاق محل ابن إسحاق ومحدث كي ابن هشام عفوا صبغ لساني ابن هشام في سيرته كوري محل ابن إسحاق وهو صاحب السير صاحب المغازي وعلم هذا السيرة هي تاريخ لآيات كأوري سيبوها وعلم عدك هو سيصع علميهان كسو كيسا أيام أرن كان قران كاري سيبولي يوحكو اللي فان قروان وقد انكر ذلك أرن كان وحكو ديدي عليه ابن إسحاق الواقدي واقدي باكو ديدي وغير من أهل المغازي تتكدو لما دي السيرة كشكية وغير غير الواقدي علم هذا وقالوا حين ان ابا موسى ابو موسى انما هاجر من اليمن ينبك هجرته الى الحبشه او هجرته لكن مكه كما تجي ابو موسى ابو موسى الاشعري لم يهاجر من مكه انما هاجر من اليمن الى اليمن بها ابو موسى الاشعري عند جعفر بن ابي طالب بانو ايو كسغنا جعفر بو تغي كما جاء ذلك سري وكي من ارغاس مصرحا به سغو لو عدي في صحيح البخاري كذلك مسلم نوري من روايته رضي الله عن أبو موسى رواية أبو موسى أبو موسى لفت الكيس وريه فالحاز المهاجرون المهاجرين توحي كبرورين إلى مملكة أصحمة النجاشي بقرطو يدي أصحمة بن أبجر بالو ننشري نجاشي مقعيس أصحمة بن أبجر النجاشي لقبوها فآواهم وأكرمهم وسودوي وأكرمهم وانو مع موسى فكانوا واحد نقدن عنده وقتي سآمنين قال أمان كسوغن وأمان كوهيسا فلما علمت قريش بذلك مركز قريش أرنكا أغاتي بعثت في إثرهم وحكذا مدرت قريش
أرادك الصحابة عبد الله بن أبي الربيعية وعمر بن العاص بهدايا يدو هدير وديبتي إيو تحف يعني واحد تحف كوحل رضا وألابتا يعني وحوي دقنك دي دقنك ومتحف واحد رضا لك اللقو أروريو دي دقنك هو عرضة متحف لرضا مركا تحف كي أي مكيقارك واحد مكيقارك واحد وتحفا من بلاد البول مكت تحف إيوه دي دقن ودنك قريش كيمت أيود إلى النجاشي حكو صارت روايات كاركوت إن نجاشي وشعلا حرقها مكالاك كان مركا أودم إيا حرقا بادن أو مكالاكو فرسمي فرشاحن كيما كم موغدو أيود رين تحف كالاكو شيء كمير هاين وايو ثم الواحد ترى أفوح من حشوت مركا نجاشي هديد دا أود إيبان إن أود بعيرة شيني ونما كنت أوكو صادره أو صار راحيه وليجت بنا قالوا ده يعني إن يكب حسمة الكذا لسد عن دين الله تدبع يدعب يدقم بيقول حيد ما أنتم ما إلى وقت كل شيء القرآن كيسة كوا حوله ذو بحنايا سيو أودان كذ كلا يفسيون في قونا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلمون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ويبحين دون أبو الهيل markaasay ku noqon doonta murugo qiyaamaha war ma iska haystaan lacagtiin iyo tintidin waliba waa laga xoog roonaan doona iyagoo sida u farqaaya oo hantida sida u bixinaya ay hadana aanay taanay caano islaamku ku yeeli kareen way diintan waa diin mahruus ah ilaahay baa ilaashanaya jalla wa ala li yaradhum alayhim suugu soo celiyo fa aba zalika arika u diiday oo ku diiday alayhim iyaga wa tashaffa'u ilayhi wahi uga erga dhigteen بالقواد من جندي هو قام ياشي عيدا كيس او سيدا سيدا كتمد نك بطارقة دي طارقة دي هو ودادة او ادادة كحرصا مدحت هذه الترال مدحت علم يسكلي الموت ان كعريسينو مركا لغو يربوغا كدتشيو هذي حكم صلو صارا فتوء ضي ضيئو ياه وسيقا حرصا كواسي بدريغ والبا يا waxay u geeyeen hadiyad ragii masmuuc kelimaha aha ama dagaal aan ku aha ama tijara aan ku aha ama wajhi iyo sharaf iyo karaamo kale aan ku ahana nin walba hayb u dhiibeen waxay doonayeen inta soo cod inay ku soo dhacdo dhagaha najashi markay yiraadeen narari waxay yiraadeen ayuha almaliku alazim baqri hawayni waxa ee wadankaaga soo galay sufaho inama yar oo maangaab ah oo diintayadiina ka tagay taadana aan soo gelin halka weeray professor taadana ka tagay taadana ma soo gelin bidhe aan waalidintood yaa bayashood iyo adeeradood baa naga soo dabadiray si aan ugu xilino iyaga ayaana kaaga aqoon roon oo kaaga ildheer waxay ku sheegayaan ay ku ceebeynayaan markay eray yiraadaanba ku idii xogaga qaato waa runtoodu beelahay la raaci waa runtooda iyaga ay nooga aqoon roon marka waxay ka dalbeen sida falam yujibhum ila ma talabu waxay ka dalbeen abu najashi mu ajibine uu ka diiday markii uu najashi diiday ayaa wuxuu yiri arinka waa oo dhab galay hala igu yeeray buu nimanka muslimiinta wallahi yar markii la soo kaxeeyay ay saxaabadu waxay raadeen war maxaynu ku raana najashi haydareen wixii nabigeenu ina faray ilaahay ilaahaynu inagu soo dajiyay wax ka duwan ku oranmayno falyakun ma kan wixii dhacaya haqa bal ka waran hadii shujaa bal hada iimaan ka war wadan aanay lahayn aanay garanayn markaasa waxa weeye uu dhina najashi war diintan aad qoomkiini kaga faaruqdeen tayidina inaad gashaan idinka hortaagani maxay ahayd xiradeen jacfar baa markaa u hadlay mutakallimkoodu waa jacfar jacfar ibn abi talib wuxuu yidhi baqri yahow sharafta lihi waxaanu ahayn qoom asnaamta caabuda baadi iyo hallowna ku jira baktiga xuna
qaraabada gooya dadka dhaca daciifka weerara annagoo sidaa ku sugan oo bahalaha iska ah ayaa ilaahay noo soo diray nebi annaga naga dhashay oo aanu garanayna nasabkiisa iyo xasabkiisa labadaba xunoogu baaqay ilaahay inaanu caabudno oo aan waxa weeye qaraabada xidhiidhino sadaqada la baxno runta sheegno dulmiga iska dayno ayuu noogu baaqay dabadna waanu cajiibnay qoomkaya iyo reetolkaya way nagu colaadiyeen waxaanu noo sheegay inaad tahay boqor caadil ah oo agtaada cidna aan lagu dulmiyin sidaasaanu kaaga dooranay calaama siwaak boqorada kale aad laga jira ya najaashi dabadna waa qiirooday wallahi naa cidii ilaah leena iska taga buuri iyagana wuxuu ku yidhi idiin dhiibi maayo sidii ku kaxeen subaxii majliska sida baa lagu xidhay fadhiga camar ibnu caas wuxuu yidhi wallaahi berri anaa garanaya sidaan nimankaa uga saar laha halkaa waxaan u sheegayaa ciise waxay ka yidhaahdeen ayaan u sheegi doonaa najaashi buuri ummu salaam oo saxaabada warisay qisada hijrada saxaabada warisay ka mid ah waxay tidhi in cabdillaahi ibnu rabiica uu ka dabacsanaa camar cabdillaahi wuxuu yidhi warhayna khilaafaane raximiyo qaraabaa nimanka inaga dhexaysa ya way maadanadeen ha ku tiigaanin xataa walow hawayna khilaafaane abadan buuri abadan camar wuxuu yidhi ayuu halmalig u yeedh nimankan waxay ka leeyihiin ciise bnu maryam waxaanad ka odhan adigu qowlan cadiiman qowl weyn bay ka yidhahdeen ya majliskiiba waa guuxay ha loo yeedhaa la yidhi sida si leeg bay tashadeen maxaanu yeellaa war wuxuu ilaahay rasuulkeenu inu amray baynu yeeli baydhahdeen wuxuu ku yidhi najaashi ciise maxaa ka aaminsantihi muxuu nebigiinu ciise ka yidhi wuxuu ilaahay ku soo dejiyey buu ka yidhi baydhahdeen ilaahay muxuu ku soo dejiyey buu suuratu maryam fawaatix suuratu maryam ayuu jacfar ku akhriyay uu ilmeeyey najaashi ilaa garhkiisu qoyay badaariqadii iyo wadaadadii kutubta la baxay buu ku yidhi magaraasta waxa weeye kutubtiini la soo baxa way la kala baxeen markaasay kutubtii qooyeen siday u ilmeynayeen intuu tif dhulka ka qaaday yacnaa ul yar yacnaa waxa weeye maaragtay laan yar buu wuxuu yidhi wallaahi waan ku dhaartay waxa aad sheegtay ee nebigiinu sheegay ciise xab intaa in leegma dheera ushaa wax kagama duwana bu sadex kale ya dabeetana markaasuu hadalkan uu sheekhu inoo qoray markaasuu u yidhi najaashi ya fawashaw ilayhi way u warxuma tashiileen wishaayada waxaa dhahdaa warxuma tashiilka waa boqor bagaandhada weeye iyo maaragtay dicaayadda iyo warxuma tashiilka iyo warka xun ina haaulaai yaquuluuna kuwani waxay ka odhayaan bidhaa fii ciisa ciise qawlan hada alcadiima weyn yaquuluuna waxay leeyihiin innahu cabdun waa addoon dee qoladan asaaqifadan wadaadadan ku xeersanay innahu ibnullahi bay aaminsan yihiin moogtahay fauxdir almuslimuun muslimiintii baa la keenay ilaa majlisihi fadhigii najaashi diiwaankii iyo waxaa la keenay goobtii najaashi fadhiyey wasaciimuhum hogaamiyahooduna jacfar ibn abi taalib baa radi allahu canh faqaala wuxuu najaashi maa yaquulu haaulaa kuwani maxay leeyihiin qoladan ila fadhidaa maxay leeyihiin waxay leeyihiin innakum taquuluuna fii ciisa ciisa wax ka sheegteen hadalkoodii wuu soo warinaya wuxuu u sheegayaa inaanu isagu haysan si ay idminaan u dareemaan idminaan maxkamad inaanay taagnayne inay taageen majlis alcadli goob loogu garnaqayo ee maxkamad la saaray inaanay taagnay ruuxana marka rawciisa la dejiyo iyo baqashadiisa iyo cabsidiisa wuxuu ku dhiiradaa wax markuu baqanayaanu ku dhiiradeen hadalkani waa hadal xikmad weyn ku fadhiya maa yaquulu haaulaa kuwani maxay leeyihin buu innakum taquuluuna fii ciisa inaad ka leedihin hadal bay leeyihin sheegay فتلا عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد بكو أخري جعفر فلما فرغ مركو دمي أخذ النجاشي ونجاشي وحو قاد عودا تف بصوق هذا لا يا ومن أي من الأرض نلقى صوق هذا فقال حلو ما زاد هذا ننكاسي كما زياد على ما في التوراة وحي التوراة كو قرنا كمو زياد ولا هذا العود تفك حتى وحلا مدى مو كزياد بولي سيدا حكا بضانا وصدا وشيغيوي markuu intaa yidhi ayay guuxeen
ولادتي ما شفتني انا سرب مجلس كبا ابوقي موضع بلطي بحبو كل مركب وحد ما نيري وركونا هجدو ذو العليا ايقنا صارا هجدو ذو العليا ايقنا صارا يا دابا تروح لي فانتم صيوم بارضي شيوم روى الله قرايه الله شيوم يدين قريه ملك كنت تقار شيوم يدين قريه شيوم صشين مقريه راح يقول مكتوب كرشيك سقرا صيوم يا شيوم لماذا معناه هو هي صيوم باتين اما شيوم قار امن باتين بارض دولك امام باكو هسه وكلمه حبشيه والله جد او لقد عربي تكون قلنا سامنين من سبكم منك معايا غريم ودي موبي ودنبيلي والله طلاب ما قاعد في لقاديه وقال لي عمرو وعبد الله عمرو يا عبد الله انه يقول لو اعطيتموني هذا السيسان دبرا من ذهب بور ذهب دبرا وكلمه كلمه حبشيه ومعناها يقول جبلا من ذهب بور ذهب هذا السيسان ما سلمتهم اليكما والله انا يدي بين بور ابدا بركاسه و خوري كلمه لا يابله و خوري مقوله مشهوره كنت تقرأ فوالله ما اخذ الله مني رشوه حين رد علي ملكي فاخذ الرشوه فيه والله انا اله الا لوش اي قادن بودي مركو بقرنمدي اي سو خليي ان ان لا لوش قاطه مركا يعني انا اسا درتي ان لا لوش قاطه او قادن لها الله ما لا لوش ما قادن بودي كل مركو اي سو خليي بلاش بي سو خليي ان بلاش بان دين دي سو دفاع يا وي هذاك هو حكا كيني بيد علمادو سدا ام سلمى اي ورثه كتب تاريخ بركودنا اي سو نقلينيا نجاشي أبيه وحرور نجاشي قروح نجاشي ولا أبيه ولا الكينة أبد بدنية إنما بدن بله حبشي ويشرتي وحين هذين حدي ما ركتي أنو نكن دينو بقر كينن وحين أنا كنا دحليا كنا بريبوس كدي من تبنا مملكة دي بقر تويا دي حبشي سداسي كده ما أنتها وركان دلو يا ولا الكينة أن دورنا si inamada maaniba inaan wanba imana marba in dadab mamlakad u sii jirto lana tafir la doonay ninina ku goblamin lama doonay dibna way direen najaashina waa og waa yar yahay laakiin waa og yahay in aabo dileen abi direen sidii baa wala adeer najaashi adeerki loogu dibi abjirna sidaas lagu dilay dabana najaashi uu ka dhax muuqday inamadii adeerki dhalay uu ka soo dhaxay dhur du hikmatin wa dhaka'in wa shujaa'atin ayuha tabanno odaygi inaan koob iskaba reebi waay halku tagaba oo ka haysta halku tagaba oo ka haysta waa la fadhiya marka si maanta afka saar wariga ninkani ma laga yaabo inuu kan nagu soo ciyaarsii noogu dhiibo tabanno waxaan aabihi ku sameeyay la wayna ogii oo mid mid kurkii nooga jar walaa wadaa karta way ku noqdeen odaygi kuu horiyaa wariga aabihi dilay ee aadna asanka naga marmarinaysa wadato ya ama qorta hadda ka go ama wadanka ka saaro mustafa wariyare ma ina ka yigan dilaguri hordiri maye wadankan ka saari tabana way qaadeen nin bay ka iibiyeen taajira waxa ka sii 600 dirham oo ka haystay doon buu saaray waa la tigi odaygi baa dhintay odaygi markuu dhintay ya ayaa inamadiisi bay isha sida u mariyeen waa ayaaya ablah miiran oo aan seexanaan lahayn dunuux wariyare mamlakadii way dumaysaa wallahi inina badbaadiyo waxay noogu dhaw najaash asxumay noogu dhaw keen mustaafirin ibni waniga laga dabtay asxumay doonen way soo qaadeen way yiriyo mamlakadii bay keenan koofiyadii bay u galiyeen kursigii bay ku fadhiisiyeen xukunki uu saa kula wareeyay najaash markuu leeyahay ilaahay baa milkigeyga ii soo celiyay waa taas tabana waxa uu taajirki baa muddo dambe شو العقب ما يسين تين ده خلوفتين بك سوق هذا المقتل مدد بك الدبين مركز سوق الحكومة ورد أمر العقد يسيا ده ما بقول كانوا تجي سوى اسمه لك أنا ده بقول مقتل وين كيدا لقى سوق هذا المقتل ده بتنو الحكومة عشان أوت قرضه الحكومة بقراو إن بان كيف سري هلكن بقول درام بالله قا ويقاتل العقد تيدي إن كنا وانك حيصلي ويجد بيجي مدينة كنا ويجسر عشان العقد تنا إيمي سوري العتاد ولا قول علني يا بوري
والعيسى له عليه يقول أما إنا كيسية يقول هكا حيسته أما العيسى عليه سوى سوقي موتي نجاشي يا كمان ما أرمى سبب ملكتي صدا سو يعني عدل يجيسي نجاشي مركا مركي وصدا قري صدا ويلي وقري إيوه ذا دذني بوقين نجاشي وحكوك عيفوف يكعدون حبشي من نجاشي الدقال بيقولوا سوق أشارتي وحنا لن فارقت ديننا دين تجدي وكبر حري وكل هذا قال منا تبين النجاش ورقد بقرة ورقد أي قرة ورقد هو حكم قرة حنقرأ يا النبي محمد يا رسول كيلا هاي إلى إنه كل جي هاي اللي حق لجوع عبدو عصاه هنا نشرين يعني مارت عيسى إنه هي سيد القرآن كل شيء جاي يعني كلمات صص حق بقرة تبينه ورقد دي بلابته كشري تبينه حبش صفا أي أصبح حلو يا رجال أكتين معان كاري بقر عادي لما يدري ولقيل مين يندلمي ما يا حكم كي يقول حدين محوك يا وخير حكم من بيدارين حكمنا حكمك يو خير بدنا ما هذا يواجه تان وحنا وحكا لكم ما يسنى الدين تيجي بعد كتر تو عيسى أيات تري وحنا لا عورة ولقي يدكم ها عيسى كأم زتي بور وحنا وحنا كأم سنة إني هي ابن الله إنا نعلي انتو فرطة كفر غير كتاب كالك نقول شري بوري والله ما زاد عيسى على هذا عيسى انت هكما زيادتنا قالوا شيء يمسو على الهقرا الله يحبني يقول احنا مولا يقول لي وحا شاكتين عيسى ويهي طيب انا مبسوط بين غير واسيك على طريرين حكم اي رأي عقل بكوك على طريق مملكة يسينا كوير عشري سيارك قاركود وحي قرآن تاريخا قاركود اي تلمامان إن نجاشي وكسو الدولانين كالاقو إنو بغرنما لكي قادة ودوني دبنا عيسى حاولي تشدين وردين نجاشي للردو ميكا وحي نجاسة بيحي دونا قرمين عصب يا أمان بينو كنا الله دين تين حر بينو هاي سنة يعني عدالت بينو كسو مركا سانو دو عقب سنة صحابته ودو عين النجاشي نجاشي وكبقو ليستي كرسي عرسي سنة وكسو ماضي وكي النبي قانو كنتو كذي مركب دانتي سلاة الغائب عليه سلاة والسلام مسلم بوها نجاش وإسلامي بعد تاريخ وحي القرآن ما ننتهى نجاش ما إسلامي وحو إسلامي مارت مركي الله صدري وحو يسحابي عمر ابن أمية الضمري رضي الله عنه نبي مركي الحديبية كان نقضيها شيء سكي قريش والله قلي رسول قوحوا بلاضين وراقه وقرر دمان ملوك تيبق رضي الدوك حكمي نول بإسلام فوق باقو أسلم تسلم يوتيك الله أجلك مراتيك ونصر الله وكالا دي سكدب عابد كي قال الله كلا يعني دين هايزن سلام فوق باقر لما أنتم نجاشي مركا صحابي قصال الله أدري نجاشي ووتكي سيقو جعفر بن عبد الطالب نلو تشوكي صحابه سيري ولا تشوكان كتاب كيبو قدي بي نجاشي اللي بضع نوت بصنا كتاب القصاري يعني وحوية هان ماركتي أما ماركتي وحوية يعني تلحد هذا هالك أطالب كل ذي تبنا هو إسلامي جعفر قعنتي سكو إسلامي جعفر بانو لبا يعتمي لرسول كي مجوكي لذي نبي قبر قد بو قري وقصو دي بي صحابي قعم ابن أمية الضمري نبي قرر حكا قعصد ورقد صحابة اللي جوكتين مسلمين تاني انو مدينة كسو عليو مركزان مدينة وكسو علي لبدو يود بسوسي صحابة دي وحي نبي قال لكل ماني سكو دقال كي خيبر نبي قل صلى الله عليه وسلم او بحيا خيبر بي نبي قلت تيجي مركز جعفر يو صحابة دي قمت رسول عليه السلام نجاشي نساسه كو إسلامي نجاشي وحكم إذا محاسنتي أولها إنو نبي قوري عليه الصلاة والسلام أم حبيبة أم حبيب بنت أبي سفيان يدي ننك يدوا وضع إسلامين وانا وضع هجرودين لكن ننك يدي سيد الروايات كقارئي ورنيا تاريخها قاركود مركي أوتقي أرض الحبشة إن النصارى دي كريستان كيسيدي النوليين يو حركي بلدع رسول دينتي كريستان كيسكي قات سيد بكل انت سوي خاتم حمو أم حبيبة سلام نبي يكون باقي نقطي ده بعدنا عمر ابن أمية الضمري مركو صادرين نبيكم وحا كوشرتي فرينتن ووسيدين نبيكم أم حيبة ودونيو لنفسي أم حيبة روي أقبر شيء وحا أقوريي نجاش إلا وتحت وحا كنوشي تحت مملكتي إمرتي استقع دواء مارتي قاضي يا السلطان ولي من لا ولي له أفر بقل أود درهم رواتي قارن أفر كن أود درهمنا مهربو قدقي توقو مهر قاري صبهت نجاش بك بحي وما حسن نجاشي أيائي كمتاه مركب الحرم السبب كم غريب نكي ينكي إذن على واد دي موبي
وقال عمر وعبد الله عمر يا عبد الله نوح كل والله لو اعطيتمونا زيزان دبرا بور من ذهب يقول جمل من ذهب ما سلمتم اليكم ايد من ديبين ثم امر روح عمر ان لو عليه هدوديو فردت عليهما هداياهما هدودي لو علي ورجعا وحي سو نقدين مقبو حين يغو لا فغيي ببعدين يقول سو مستفري بشر خيبه قول درتي وغو شرك بدنيت اي لا سو نقدين واسويها اي وخميت اي لا سو نقدين وتا يعني ما مادي عربيت خفي حنين اي لا سو نقدين حنين نبو اها لا بور بول هبا لهيو ما بو تور جيرين مركاي كا غودو بو رغع جيرين مركاي غوان بور دبنا وحي نقدين بهالا واوي اي نوع دو قادي كري دبنا عام بو كن نقدين markii dabada markaas aan nimba arab arimiye ba soo maka u soo yeen u soo ala alaabay si tagay dabana safar awr bu safar ka buuxsaday dabana waa tagay dabana xunay ayaa in kabihiisi ayuu ka meel u dhigay tii kalena meel fog oo kale ayuu sii dhigay isna geed buu galay markaasuu dabeetana waxa wayan markuu tii hore dhaafay uu noo kabtaas kabtii xuneen u eega uska dhaaf tii kale uu gaaris wallahi waa kabtii xuneen kabtii buu qaatay awr kale geed buu ku xudhay tii kale la doono hadii jeeso dhaaftay intuu tii ku maana awr kii meesha ka furtay waa iska lama baxay labadii buud soo sida ay reerki yimid saalimaada rajacta maxaa la soo noqotay soo rajacto bi khufay xuneen labadii buud ee xuneen baan deesita wax asahay waxaan allahumma labbayk sankay downa arabi maama bay ka dhigatay ninka intu wax doona ku soo guuldareysta yaa waxa rajaca bi khufay hunayn labadii buu hunayn buu la soo noqday way ila huna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam subhanaka allahumma hamdika ya wajihaddini walkarami wa halifan وحليل